في مطار النجف، فمردوده المالي يبلغ ما يقارب 250 مليون دولار أمريكي، وذلك بحسب وثائق رسمية مثبتة. يتساءل أحد الناشطين، أين تذهب تلك الأموال وبجيوب من، ولماذا لا ينتفع منها أبناء المحافظة؟ دعونا نتابع حديث الناشط أبو زين العابدين حول هذا الموضوع. معلومة لأبناء محافظة النجف، لأن هاي فلوسكم، أموال العراقيين، أموال محافظة النجف. هذا المطار انبنى بأموال محافظة النجف، وأبناء محافظة النجف كل شيء ما محصلين من عنده. سنوياً أرباح فقط في مطار النجف 250 مليون دولار. نعم، 250 مليون دولار من محافظة النجف، مطار محافظة النجف أرباح. شوفوا وين فلوسكم تروح يا أبناء محافظة النجف. شوف هاي الأوراق، عشرات الأوراق، يعني إحداها صالة المسافرين اللي خلفي، صالة المسافرين سعرها التخميني 45 مليون دولار. تدرون بيش بكم مسعريها؟ 109 مليون دولار، 100 كاملة صالة المطار، بعد صالة المسافرين، إنشاء المدرج 35 إلى 45 مليون دولار. إش قد مكلفة تنبانيها المدرج المطار؟ 71 مليون دولار، غير الفساد، غير البوق، غير السرقات العلنية. هاي الجراجات والكافتريات، وكل مسافر ياخذون من عنده 10 دولار، والزيارات ارباح سنويه 250 مليون دولار. اللجان، مجالس المحافظه، برلمان، هاي كلها، والنزاهه، والسيد رئيس الوزراء السابق، كلها وما قدرت الافات الفساد.